طب وهنا آلية الشكوى في المدينة عاملة ازاي؟ يعني لو واحد عنده مشكلة في تفاعل طبعا في تفاعل عن طريق السمارت واي وبيتم التفاعل معاه على طول. ازاي ان الشكوى لو ما حصلش فيها التفاعل الصح وجات فيها الإجابة الصح ممكن توصل لمكتبي انا. يعني على مرورا بالمستويات الإدارية متعددة، الرقابة دي مخلية كل واحد بيعمل عمله بشكل جيد، محدش لأنه عارفين ان في محاسبة هتتم في النهاية. دي حضرتك منطقة الأوبن إير مول، صممة طبعا في أمريكا كلها ومعمولة على أعلى مستوى. الساعة دلوقتي 2:05 2:10 2:10 المول على بعضه. لسه هيك لما تخش هو هو شبه فعلا المولات اللي بنشوفها في امريكا اللي هي في واشنطن او في فيرجينيا والحاجات دي. حلو الهواء هتشوف مناظر. شوف عندنا هنا الاوبن اير مول اللي هو نفس الفكره بتاعه الترام بتاع سان فرانسيسكو. اوكي. وبياخد الناس بيلففهم من حته لحته. يعني هو يحس ان هو قاعد في مدينه مختلفه مش تمام. قاعد في حاجه عاديه. ما كل الحاجات دي حضرتك النهارده هات لي مول في مصر كده تاني. يعني هات لي الاتموسفير ده مش موجود في حته تانيه. مساحه كبيره قوي. مول معمول على 500,000 متر مسطح. في المول ده حوالي 500 محل. يعني كل الانواع بقى وكل الاحتياجات. هو فعلا اللي يعني اللي عايش هنا مش هيضطر ان هو يروح يدور على حاجه بره، الهدوم، السوبر ماركت، يعني في كل الخدمات اللي ممكن تتخيلها في حياتك. يعني مش حاجه مش موجوده. ده حضرتك على فكره مش مول واحد، احنا عندنا زي المول ده في مصر في مدينتي عندنا 5 مولات مش مول واحد. اوكي. في وجايه الافتتاحات جايه على التوالي. اهلا.